بحضراتكم من جديد في اولى فقراتنا. وزي ما قلنا لحضراتكم ارقام البرنامج هتنزل على الصفحات وهتنزل على الشاشه قدام حضراتكم لكل اللي ليه اي سؤال موجه لوزاره التربيه والتعليم. زي طبعا ما كلنا شايفين في ضوء الطفره اللي بتمر بيها او بيمر بيها بقى التعليم في مصر كده، شارك وزير التربيه والتعليم دكتور طارق شوقي في معرض باتشو المقام في العاصمه البريطانيه لندن، واللي بيعتبر ملتقى عالمي لصناع ورواد التكنولوجيا. بدأنا نشوف فعلا محاولات دمجها اللي احنا بنتكلم عليها دي من خلال هذا المعرض. احنا بنتكلم عن تكنولوجيا كبيره جدا، احنا بدأنا بالفعل نشوفها في نظم التعليم المختلفه. فشفنا مثلا فكره استخدام التابلت في المدارس، وشفنا لاول مره مناهج جديده لسنه اولى وثانيه حضانه واولى ابتدائي. طيب ايه تقييم الوزاره للمناهج الجديده، وايه ردود فعل اولياء الامور؟ واعتقد النقطه المهمه جدا ايه هي ردود الفعل فعلا، وايه الخطوات الجايه للوزاره؟ هنتكلم بالتفصيل عن كل ما يخص هذا الكلام مع المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم أستاذة أمينة خيري. أهلا بحضرتك، صباح الورد منورانا. صباح الورد. صباح الورد منورانا. ربنا يخليك. طبعا احنا بنذكر الساده المشاهدين انه اللي حابب يتواصل معانا في اي اسئله، في اي استفسارات، ربما يكون عنده بعض السلبيات اللي شافها او يشيب ببعض الايجابيات اللي شافها في الترم الاول. يا ريت في ايجابيات. لا ان شاء الله يكون في ايجابيات. بس انا عايز ابدا بحضرتك من فكره البات شو اللي كانت مصر مشاركه فيه عشان نوضحه للناس. ده ربط التكنولوجيا بالتعليم بشكل او باخر، وكان في لقاءات قام بها الوزير مهمه ايضا، وشاف تجارب مدارس. فانا حابب برضو حضرتك تشرح لنا ايه اللي تم في هذه الجزئيه، لان احنا طبعا دايما بنبص على اللي بره خاصه في ما يتعلق بالتعليم. احنا بناخد طبعا الحاجات المفيده اللي تنفعنا بالطريقه بتاعتنا اللي مناسبه للبيئه بتاعتنا ومناسبه للمجتمع بتاعنا. طبعا زي ما حضرتك قلت ان الباتشو ده اللي هو بريتش اديوكيشنال تريننج اند تكنولوجي، اللي هي النظام البريطاني لدمج التكنولوجيا في التعليم. ان التكنولوجيا تبقى مكون اساسي في التعليم مش مادة تدرس. يعني أن الطالب والطالبة منذ الصغر يبقى التفكير بتاعه مواكب ومطابق للعصر الرقمي اللي عايش فيه. بالضبط كده. يعني مش هي مادة تدرس لوحدها. فطبعا ده عنده أكسس، يعني عنده الإتاحة. بالضبط. بيبقى عقليته وتركيبته الذهنية والفكرية مطابقة للعصر اللي احنا عايشين فيه. لو احنا بنقول أن يعني سوق العمل ابتدى على فكرة مش مستقبلا، أن هو عايز نوعية مختلفة من الوظائف ونوعية مختلفة من المهارات اللي هي نظام التعليم بتاعنا القديم لا يوفرها. تمام كده. فرحله لندن الحقيقه هي كانت الدكتور طارق شوقي طبعا وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ومعاه وفده. الحقيقه انا يعني شرفت بوجودي في الرحله دي، اللي ما كانتش رحله فقط للمشاركه في المعرض، لكن كان في عدد كبير جدا من الزيارات للمدارس البريطانيه اللي طبقت ادماج التكنولوجيا في التعليم. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص. في مدرسه عريقه جدا بريطانيه اسمها ويلينغتون كوليدج، دي مدرسه داخليه، يعني هي الطلاب والطالبات مقيمين في المدرسه وفي نفس الوقت بيدرسوا في هذه المدرسة، وهي يعني زي ما بنقول عندنا في مصر كده العلية القوم، يعني اللي هم الطلبة والطالبات الأبناء اللي يعني الطبقة المقتدرة هناك. هم لما طبقوا نظام التابلت من كذا سنة، أولا الدولة لم توفر التابلت ليهم، ثانيا أن الطالب اللي هم طبقت على المرحلة الثانوية، وبالتالي في المرحلة الثانوية الطلاب بيبقى على قدر من المسؤولية أن هو ما بيجي بالتابلت مش أول حاجة بيسأل عليها، طب لو كسر، طب لو مش مشحون. لا، الطالب بيمضي على إقرار ان هو يجي بالتابلت جوه الفصل الدراسي، التابلت مشحون، الشحن بيقعد طول اليوم الدراسي. وبالتالي برضو ده يدينا ينور كده ان احنا لازم نبقى على قدر من المسؤوليه، ان احنا بنحط التابلت في الفيشه كده نشحنه قبل ما ننزل من البيت ان شاء الله بعد استلام التابلت. حاجات صغيره، تفاصيل صغيره بس ده هتفرق معانا جدا. طبعا. بالظبط. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان هم قالوا لنا هناك ان كان في مقاومه شديده جدا 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 من المدرسين ومن اولياء الامر للطلاب على استخدام التابلت في الدراسه. ودي برضو ترينجز ابل، يعني ده يفكرنا بان احنا برضو عندنا احنا كاولياء امور وبعض المعلمين. صحيح. ربما عشان لسه احنا مش عارفين ازاي ده ممكن يتطبق. كل حاجه جديده احنا كشعوب عموما لازم نعمل لها مقاومه. حضرتك لو في حد داخل جديد في مقاومه فده طبيعي فعلا. فقليل من المقاومه لا يضر، بس كمان المقاومه دي ما توقفش قدام. يعني احنا بقالنا سنين طويله جدا ايه اكتر حاجه بنقولها؟ عايزين نعيد بناء الانسان المصري. النقطتين بتوع اعاده البناء هو التعليم والصحه. احنا
شايفين الصحه طبعا بيحصل فيها تطورات كثيره جدا على ارض الواقع. التعليم بقى ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني ده اللي الوزاره بتعمله دلوقتي، واحنا النهارده سنه 2019 اللي هو عام التعليم. وعلى فكره عام التعليم مش بس التعليم اللي هو العادي اللي احنا بنتكلم عنه زي ما حضرتك قلت وحضرتك في البدايه، اللي هي المناهج الجديده كي جي 1 وكي جي 2 والصف الاول الابتدائي مع النظام الجديد، مش المناهج الجديده للصف الاول الثانوي، مع تغيير فكر التعليم نفسه، زائد شيء مهم جدا هو التعليم الفني. يعني ريت ان شاء الله مره يبقى في فقره عندكم للتعليم الفني، لان الدنيا بتتغير جدا وفي تطور كبير جدا. صحيح. سوق العمل نفسه بيتغير. سوق العمل بيتغير تماما. خليني اسال حضرتك، هل تم عرض اي انجازات تخص يعني وزاره التعليم المصريه طبعا في هذا المعرض اللي احنا بنتكلم عنه؟ طبعا. او الخطه يعني استقبلوها ازاي بره، كان ليهم، لانه كان في لقاءات مع ايضا وزراء بريطانيين وغير بريطانيين. هي كان في اثنين فعاليتين في بريطانيا، في رحله بريطانيا الاولى اللي هي منتدى التعليم العالمي، وده كان مين لي لقاءات او هي الفعاليه نفسها وزراء تربيه وتعليم في دول مختلفه حوالي 130 دوله. فده كان تم عرض التجربه المصريه هناك الحقيقه، وحصل في رد فعل ايجابي جدا جدا. حتى السفاره البريطانيه هنا قبل ما نسافر اسف الحقيقه كان في ترحيب كبير جدا بالتجربه المصريه وعرضها هناك، لان فكره ادماج التكنولوجيا في التعليم وفكره بنك المعرفه وفكره وجود منصه تعليميه خاصه مبدئيا بالصف الاول الثانوي على بنك المعرفه الحقيقه عجبت ناس كتيره جدا في الملتقى الاول. في الملتقى الثاني اللي هو البات شو اللي هو معرض زي ما قلنا اللي هو ادماج التكنولوجيا في التعليم، كان في بوث، كان في جناح كبير جدا وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وكانت متقسمه اقسام، جزء خاص بالتعليم الفني، جزء خاص ببنك المعرفه، جزء خاص بنظام التعليم الجديد الخاص برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي، جزء خاص بالمعلمون اولا عشان المعلم ده يتدرب الاساسي الاول ويبقى صحيح. المعلمون اولا هنا المقصود بيها ان احنا المعلمون اولا في القلب، قلب وزاره التربيه والتعليم. ليه؟ لان هو زي ما اتفقنا ان مفيش طالب بيتعلم من غير معلم طبعا. مهما دخلنا تابلت ودخلنا سبوره ذكيه السمارت بورد ومهما وجود المعلم ده شيء اساسي شيء جدا مفروغ منه. احنا بنستاذن حضرتك في مداخله هاتفيه معانا استاذ علاء من بنها. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير استاذه سمر، كل سنه وانتم طيبين. مع حضرتك علاء وادم من قريه بتمده مركز بنها محافظه القليوبيه. اولا احنا بنشكر وزاره التربيه والتعليم وبنشكر الوزير على البرنامج الجديد للثانويه العامه اللي هو نظام سنه اولى اللي بيطبق ده فعلا، لان البرنامج ده كويس جدا ويعني هيعد الطلبه اعداد كويس جدا. احنا عندنا في قريه بتمده مدرسه بتمده للتعليم الاساسي فيها عجز مدرسين، فاحنا بنناشد الوزاره ان هي توفر مدرسين لهذه المدرسه. والحاجه الثانيه عايزين نعمل مدرسه تجريبي، واتكلمنا مع وكيل الوزاره اكثر من مره عشان نعمل مدرسه تجريبي في قريه بتمده مركز بنها محافظه القليوبيه. واحنا كاهالي عندنا استعداد نساهم ونشارك مع الدوله في عمل هذه المدرسه، فيا ريت الاستاذه امينه تساعدنا. الحاجه الثانيه يا ريت الحاجه الكتب الخارجيه الوزاره تتعاقد مع مؤلفي هذه الكتب وتطبعها مكان الكتب الدراسيه اللي بتتوزع على المدارس، لان النظام الجديد هيلغي ده انت يعني كده كده بوظنا لان النهارده الكتب اللي الوزاره بتوزعها على الطلبه الطلبه ما بتستفيدش منها، وكل المدرسين بيشتغلوا من الكتب الخارجيه. فانا النهارده استاذ علاء لو الوزاره نعم استاذ علاء نعم ماشي رسالتك وصلت، بس احنا لو عملنا موضوع كتب خارجيه يبقى دمرنا اصلا نظام التعليم الجديد اللي احنا عايزين نعمله. احنا بنشكرك، استنى الرد. واحنا ندعو الجمهور يعني بشكل عام طبعا مشاكل التعليم او اي حد عنده افكار حتى يعني فياريت نحاول نركز اكتر فيما يتعلق بالنظام الجديد طبعا. لكن احنا طبعا كل المدارس يعني احنا دوله كبيره وفي طبعا خليني احيي في مدرسه في مشكله طبعاً في حته بس وده وارد جدا طبعا. واحنا بنعترف طبعا يعني الوزاره زي وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هي وزاره كبيره جدا، هي وزاره بيدلعوها يعني يقولوا لها ان دي وزاره كل بيت مصر، ودي حقيقه. ما فيش بيت مصر بيخلو من حد يا اما على وشك او حاليا في نظام التعليم او ان هو لسه طالع من نظام التعليم. بس ده ما يمنعش ناخد برضه الملحوظات بتاعته يمكن طبعا ده لازم بس انا بحييه فعلا على يعني رغبته في ان يبقى في مشاركه اهليه من الاهالي ان هم يبقى في مدرسه تجريبيه. وعايزه اقول لحضرتك ان احنا ابتدينا برضو السنه دي المفروض في اول توقيع تم توقيع تعاقد، ده اول مره يحصل ما بين الحكومه المصريه وما بين القطاع الخاص
بنظام ان هم بيدوا قطع اراضي، الحكومه بتدي قطع اراضي مميزه جدا للقطاع الخاص لانشاء فصول، عدد من الفصول المدرسيه بيتم ادارتها تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم من قبل القطاع الخاص لعدد من السنوات، بعد كده بتقول الى الوزاره. فدي كمان فكره جديده ان القطاع الخاص يدخل شريك في البنيه التحتيه، يعني المدارس دي والفصول المدرسيه دي انفراستراكشر، دي بنيه تحتيه اساسيه لاي دوله في العالم. طب احنا سمعنا بمناسبه برضو حضرتك ذكرتيه قبل ما ناخد مداخله ثانيه، سمعنا كمان هيكون في بعض المدارس الدوليه بس باسعار مخفضه. بالظبط بالظبط. هل المعلومه دي صحيحه؟ دي صحيحه. يعني ايه مدارس دوليه؟ مدارس دوليه سلاش حكوميه، بمعنى انها بتقدم يعني حاجه شبه المدارس التجريبي، نفس تجربه المدارس التجريبي الحقيقه نجحت بشكل كبير جدا، وده مطلب يعني زي ما المتصل الاستاذ علاء قال ان لا في مطلب، حتى احنا بنتكلم على بنها واحدى القرى هناك، الناس خلاص عندها وعي كبير جدا ان استثمارها الحقيقي هو الاستثمار في تعليم الابناء، وبالتالي ان في الاحتياج ده. بس عايزه برضو اطمن الناس ان النظام الجديد اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بقى خاص برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي هو شبه جدا فكره التعليم اللي هو الدولي، مش بس من حيث اللغه اللي هي تبقى بتدرس من كي جي 1 اللي هي مرحله رياض الاطفال الاولى خالص، بس كمان من حيث المحتوى، لان المحتوى شيء مختلف خالص، ويا ريت ان برضو طريقه التعليم هيدرسوا في دواير، هيبقى في تكنولوجيا شكل غير اللي هو الشكل التقليدي اللي هو المدرس واقف وعظ وارشاد للصغيرين، لا ده. وفي تواصل مستمر، المناهج نفسها مش حفظ وتلقين ومش اسئله تقليديه. احنا هندخل بالتفاصيل في النقاط دي، بس اعتقد في تليفون تاني، فاحنا هناخد مداخله ونحكي شويه. صحيح. ماشي. استاذ محمد معانا، اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بحضرتك، صباح الخير عليكم جميعا. حضرتك منين؟ انا من حدائق الاهرام، وطبعا برحب بالاستاذ امينه خيري منوره الاستوديو. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا سؤالي خاص بالمدارس الدوليه، انا دلوقتي بقدم لابني، فبدانا بقى نحتك بالموضوع في التقديمات وفي لفه المدارس. النقطه الاساسيه احنا دلوقتي انترفيو الطفل اللي داخل ثلاث سنين ده، يعني حاسس ان هم مش عارف عايزينه جينيس. طب هو طفل، هو انا ككبير داخل رايح اعمل انترفيو ساعات بتوتر، هو كطفل ممكن يبقى حافظ الحاجات في البيت وبنساله كل الاسئله بيجاوب كويس. هو عامه الرساله وصلت، وكان في حمله اصلا مؤخرا للموضوع ده والغاء المقابلات الخاصه للاطفال، بعد قال ان هي فيها ارهاق نفسي على الطفل. بس خليني اقول حضرتك يعني طبعا اسمع حضرتك الاجابه اتفضل. شكرا جزيلا. يعني بشكر الاستاذ محمد طبعا، وكلنا كاولياء امور عدينا على مرحله اللف على مدارس حلوه، يعني عباره اللف على مدارس يعني فعلا الواحد بيحاول يشوف الافضل مدرسه في المستوى او يعني تناسب الميزانيه بتاعته. فكره الانترفيو على فكره او فكره المقابله هي مش المفروض ابدا اذا حصلت انها تبقى ان انا ارهاق نفسي للطفل. لا ولا تعسفيه، وحتى هو استاذ محمد استخدم كلمه اللي هي احنا عبقري عايزينه يبقى لا عبقري. اللي هو هو ممكن يكون الولد حافظ حاجات بس نسيها، لا هو مش المطلوب ان هو يبقى حافظ حاجات أصلاً. هي القياس بيبقى مهارات الطفل، قدرته على التفرقه بين الالوان، حاجات بيزك جدا، حاجات يعني بديهيه جدا، بل بالعكس اما بتتعمل المقابله دي بالطريقه المظبوطه الطفل نفسه بيسعد، بيبقى حاسس ان هو بيعمل حاجه مبسوط، بيجيبوا له الوان بيفرق بين الالوان. لكن طبعا انا عارفه ان في بعض المدارس ربما الاختبار بيبقى واخد الاختبار ان هو يعني هو داخل يمتحن ثانويه عامه. لا هو طبعا ده مش صح ابدا، يعني ما ده برضو التفكير الخاطئ لدى اهالي مصر. يعني كلمه تغيير الثقافه تغيير الثقافه تغيير الثقافه بياخد وقت، فمعلش واحده واحده يعني. طيب معانا كمان استاذ حسين من المنوفيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. والله يا فندم انا ليا في اقتراح ليا ممكن اطرحه. اتفضل يا فندم. اتفضل سريعا. بالنسبه لعمليه التطوير التربيه والتعليم، الاداه بتاعتها زي ما الاستاذه قالت مش العمليه ان هي المدرس نفسه. تمام، بدايه من المدرس. صحيح. صح. طب دلوقتي حضرتك الكادر القديم كله طبعا في نسب زي الفل كويسه، وفي نسب عاليه برضه مش ايه مش قد كده محتاجه تطوير حاجه، وصعب انك انت مثلا طيب تحاول تكلمها تاني أستاذ. بس هي يعني رسالته وصلت. يعني انا يهمني جدا اتكلم عن موضوع المعلم، وينفع نربطها بفكره تدريب المعلمين على النظام الجديد وتدربوا كويس؟ طب هل ده شمل كل الناس؟ عشان برضو الاسئله دي لان في ناس قديمه وفي ناس جديده. صحيح. مره ثانيه. طيب مهم جدا ان احنا اولا وقبل كل شيء نقول ان المعلم زي ما كنا بنقول في القلب من العمليه التعليميه،
وده مش كلام للتداول الإعلامي، لكن لا، هو المعلم إذا صلح المعلم صلح الطالب والعملية التعليمية كلها. المعلمين في مصر، وأنا والدتي معلمة بقالها 35 سنة على رأسنا من فوق كلهم، جزء من العطب اللي أصاب العملية التعليمية أو يعني التدهور المستوى هو للأسف الشديد إن لم يتم الاستثمار في تدريب المعلمين، إن هم يبقوا updated على يعني على دراية بالأساليب الجديدة وكده. ده بيتم الحقيقة بقدر الإمكان، إن إحنا برضو بنتكلم على سكيل كبير جدا جدا، إحنا بنتكلم عن محافظات جمهورية مصر العربية. وعلى فكرة كمان من ضمن الإصلاح التعليمي ما بقاش في حاجة اسمها اهتمام بالقاهرة بس أو اسكندرية بس، لا، يعني مثلا التابلت تم توزيعه جنوب سيناء شمال سيناء الوادي الجديد، دي المحافظات اللي دايما كنا بنقول إنها منسية. المعلم بيتم تدريبه في موجات، يعني دكتور طارق شوقي دايما بيستخدم كلمة موجات، يعني بيبقى فيه أيام للتدريب وبعدين في اجازه الصيف المفروض هيبقى فيه تدريب مكثف بدرجات متفاوته على حسب كل معلم فين. بالنسبه لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي التدريب مستمر، علشان احنا بنتكلم عن مناهج جديده بعقليه جديده. والميزه الكبيره جدا بالنسبه للصغيرين ان السن الصغير بتاع المعلمين بيبقى عنده قدره اكبر على الاستيعاب وعلى الترحيب، يبقى اوبن مايندد كده، الذهن كده متوقد ان هو يستقبل التغيير الجديد في التعليم. بالنسبه مثلا لاولى ثانوي، لان دي اللي كانت عامله يعني ضجه كتيره، معلش هلحق بيها حاجه عشان برضو الناس دايما بتقول طب انتوا عايزين تعملوا نظام جديد، طب هل دربتوا كل الناس؟ انتوا احنا يبقى احنا طبعا كلنا يعني ما يقال انه في نظام جديد، طب هل درب كل المعلمين على النظام الجديد والا هتطبق نظام جديد ازاي؟ بص استاذ حسين، انا عارف ان السؤال ده حضرتك اكيد زهقت من الاجابه عليه، لا لا مفيش زهق ابدا، بالعكس ده هو مهم جدا، عشان كمان النص الاول مهم جدا الناس يعني تبقى المعلومات متاحه بشكل دائم، ومهم جدا الناس تبقى عارفه ان تغيير على هذا المستوى واضح جدا ووارد جدا يحصل في بعض النقاط اللي فيها اخفاق، وان احنا بناخد بالنا ونقيم ونعد. النظام في الصف الاول الثانوي المناهج هي لم تتغير، ما تغير هو طريقه التدريس وطريقه المذاكره وطريقه الفهم. حضرتك سوقت عربيه مانيوال قبل كده؟ عربيه طيب نقلت للاوتوماتيك في كام يوم؟ لا ففي يعني اي حد قصدك ان اي تغيير بياخد وقت، اي تغيير بياخد خطوات. هي نفس العربيه بس انا بسوقها بطريقه مختلفه، هي نفس المناهج بس هي الطريقه نفسها مختلفه، وبالتالي احنا بنقول ان هي عمليه تدريب للطالب مع المعلم في نفس الوقت، بالاضافه لولي الامر اللي هو لو ولي الامر رحب بالفكره واستوعب ان الطريقه الجديده دي لمصلحه ولاده اللي هم هيدخلوا على اكتر ان احنا يبقى في تشجيع اكتر. لكن انا لما اتسبب اكتر في توتر وقلق للطالب لابني او لبنتي، لا، عايزين بس نخلي زي ما كنا بنقول هو ليس في الامكان اسوء مما حدث لنظام التعليم، خلينا نجرب هذا النظام زي ما بنقول بالظبط. فنظام التعليم الجديد بالنسبه للصف الاول الثانوي قائم على فهم المعلومة، أنا بفهم المعلومة ووظفها بقى بأشكال مختلفة، مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية، مفيش حاجة اسمها كتاب خارجي. الكتاب الخارجي ده هننساه خالص، وفي حاجة اسمها المنصة التعليمية اللي هي جزء من بنك المعرفة اللي هي خاصة بالصف الأول الثانوي، عليها المناهج كلها. ذاكرت فصل في الأحياء وحسيت إن أنا في حاجة مش فاهمها، بدخل على إمكانية تانية إن أنا أشوف فيديوهات سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، هي متاحة شرح قدامي لهذا الدرس، حسيت ان انا فهمت بدخل اعمل امتحان اونلاين واقيم نفسي في ساعتها. طيب. الطريقه نفسها اتغيرت تماما. وضحت النقطه دي. طيب تليفون، خد التليفون. معانا تليفون، امرد سريعا على الاستاذ مجدي. صباح الخير يا فندم. استاذ تامر صباح الخير. استاذ تامر صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك، تفضل. انا كنت بسال بس حضرتك منين استاذ تامر؟ من المعادي. من المعادي، اهلا بيك، تفضل. اهلا بيكي. انا كنت بقدم لابني في كي جي 1، فقدمت في مدارس كتير بس المدارس التوقيتات التقديمات فيها مختلفه. تمام. يعني في ناس بيبتدوا من شهر 11 وفي ناس بيبتدوا من 1 وفي لغايه شهر 7. يعني احنا مقدمين في كذا مدرسه من اول من شهر من 11 في مدارس اها، والمدارس اللي قبل فيها طلبوا مقدمات للمصاريف ودفعنا مقدمات، ودلوقتي هم قالوا ان لو فرض واتاخرنا كده هيخصموا 40% من المقدم الدفع ده. لو فرض وتاخرتم في ايه معلش؟ لا دلوقتي احنا بنقدم له في كذا مدرسه، فلو فرض وقدمنا له في مدرسه ثانيه بشهر 7 او شهر 6 لان حسب التوقيتات التقديمات في كل مدرسه حقيقي،
فدلوقتي لو فرضوا حبينا نسحب المبلغ هياخدوا 40%. هياخدوا 40%. هو دي مدارس انترناشونال ولا مدارس ايه؟ انترناشونال. لا لا لا، مدارس لانجوج سكول عاديه خاصه، لغات خاصه. مدارس لغات عاديه خاصه. خلاص، هو ممكن استاذ تامر يسيب اسامي المدارس اللي هي بتطالب ال 40% عند الكنترول بس. هو ده غلط. يعني طبعا استاذ تامر، زي ما استاذه امينه وضحت لحضرتك، حضرتك سيب اسامي المدارس اللي طلبت منك هذا الكلام عند الكنترول من فضلك، واستاذه امينه هيتم التواصل مع حضرتك على طول. حكايه اداره التعليم الخاص او المقدم، يعني طبعا حكايه 40% فرق التوقيتات. طبعا خلينا برضو ايه نشوف ان المدارس الخاصه هو عايز يحجز فصل، هو الولي الامر عايز يحجز مكان لابنه، فهو بيقدم فيه 4-5 مدارس. صح. المدرسه من الناحيه الثانيه هو عايز يعرف انا الساعه الاستيعابيه بتاعتي مثلا هاخد 100 طفل مثلا، فهو عايز يضمن ان ال 100 دول هو عارف كويس ان الولي الامر بيلف على كذا مدرسه. بس هي موضوع خصم 40% دي، ده اللي احنا لازم نرجع فيه لاداره التعليم الخاص في الوزاره. عشان كده انا بس بطلب منه هو يسيب اسامي المدارس في الكنترول. تمام. نروح نشوف برضو اسئله الشارع. معلش احنا النهارده مرهق شويه، سريعا وناخد الاسئله دي بقى ونسالها مره ثانيه للاستاذ امين. نشوف حضراتكم. احب اقول سياده وزير التربيه والتعليم، المصير اولى ثانوي لحد دلوقتي كل شويه نسمع ان التابلت جاي، وكان الامتحان اللي فات ده كله تسرب كله على النت، وكان تحصيل حاصل بالنسبه للطلبه الترم الجاي مش عارفين ظروفهم ايه. ليه الامتحانات بتبقى بوك مثلا، والامتحان مثلا في اولى ثانوي يجي من بره المنهج؟ انا اختي اولى ثانوي جه الامتحان في اللغه العربيه جه من بره المنهج وكان معاها الكتاب، يعني ايه فايدته؟ ليه ما يكونش المنهج متطور؟ ان ليه انا ما اجيبش مثلا 60-70%، وليه ما اخش الحاجه اللي انا احبها؟ بحب اسال وزير التربيه والتعليم واقول له امتى هنبقى زي مستوى التعليم الخارجي. ليه ما النشاط المسرحي المدرسي اتمنع ليه؟ لازم النشاط المدرسي والرياضي يرجع تاني للتربية والتعليم. ليه الوزير ما يبدأش يفكر في التعليم المفتوح، وان التعليم يبدأ من المنزل وكده عن طريق الويب سايت او مواقع الكترونية الخاصة بالوزارة، وما يبقاش في حضور وكلام من دوت، لان ما عادش منه فايدة في المدارس الحكومية. هو ليه بيعمل فينا كده، وليه بيعمل في نظم التعليم كده؟ ان نظام الثانويه العامه بصراحه وحش جدا. كل الناس ليها اولاد في الثانوي، الدنيا بتبقى بالنسبه لهم لسه جديده على النظام الجديد اللي الوزير حاطه وطبقه عليهم، فيتمنى اللي بقى في اول سنه على الاقل الناس تبقى يعني الدنيا سهله علشان خاطر يحاولوا يكملوا يفهموا النظام الجديد. احب اسال السيد الوزير ليه تثبيت مرتب اساسي مرتب المعلم على سنه 2014 في الزيادات، والخصم بيبقى على اساس 2018. هو ايه الاستفاده من المنهج بتاع اولى ثانوي الجديد، وازاي نوقف الامتحانات اللي بتتسرب؟ لان ده غلط على الطلبه، يعني هما كده مش بيستفادوا حاجه. اين حق المعلم؟ ليه جميع الانشطه الرياضيه مش متفعله في جميع المدارس الحكوميه؟ زي الانشطه الرياضيه ما هي متفعله في المدارس الخاصه، ليه ما تبقاش متفعله في المدارس الحكوميه؟ طيب، يعني يمكن كان في كوكتيل حلو من اسئله خاصه بالمعلمين، معلمين، اسئله خاصه بالطلاب، واسئله خاصه بالنشاطات المدرسيه. اولى ثانوي جه يمكن سؤالين بس عليها. ممكن اقول حاجه سريعه قبل؟ احنا ما عندناش لسه، الناس ما عندهاش فكره برضه. ما هي عشان كده لما كنا في الاول حضرتك بتقولي اكيد انا زهقت من تكرار المعلومه. لا، هي المعلومه لازم تتكرر مره كده، ومره على الفيسبوك، ومره باعلانات توعيه، ومره باسئله دايركت، ودي حاجه ما تضرش ابدا. يعني لازم تتكرر. طيب، خلينا سريعا حته اولى ثانوي مثلا. طيب، وثانويه عامه واحنا عارفين هي بتبقى بعبع اصلا للبنات. لا، ما احنا هنلغي بقى موضوع البعبع والكابوس ده. تمام، يبقى خلينا اولى ثانوي. طيب، اولى ثانوي موضوع الاوبن بوك. فكره الاوبن بوك ده علاج نفسي. علاج نفسي ليه؟ علاج نفسي ان هو الطالب بدل ما هو داخل الامتحان هيموت من القلق والخوف والتوتر هو واهله، لا، احنا هنخش الامتحان ومعانا ادي الكتاب اهو اللي هو عامل لنا القلق ده كله. تمام. البنتنا او اختنا الصغيره اللي اتكلمت عن ان اللغه العربيه خارج المنهج، عارف حضرتك ليه هي بتقول كده؟ هي الامتحانات الثانيه اتسربت. تمام. اللغه العربيه الوحيد، وعلى فكره ده بشهاده الطلاب والطالبات، ان اللغه العربيه الوحيد اللي لم يتم تسريبه، تمام، ده قاس فعليا هل الطالب او الطالبه ذاكر المنهج
بالشكل المطلوب اللي هو انا فهمت المعلومه بطبقها بقى بالطريقه المختلفه اللي احنا بنتكلم عنها. تاني مناهج اولى ثانوي لم تتغير، هي نفس المناهج، عشان برضو هما بيقولوا المناهج الجديده ليه تغيرت؟ لا هي مناهج اللي اتغير طريقه المذاكره. وبالتالي الدكتور طارق شوقي قال عشرات المرات ان يا جماعه امتحانات بتاعه شهر يناير وامتحانات بتاعه شهر مارس في الترم الثاني ان شاء الله دي امتحانات تدريبيه، دي فرصه انا نازل مباراه وديه مش هنزل المنافسه على طول، اشوف مستواي. اللي سرب الحقيقه واللي تعب ان هو يقعد ينقل الاجابات على الكفر بتاع الكتاب ويدخل يحطها في الامتحان هو اللي يعني هيندم. اهدر مجهوده هو كان مش ممكن ازاي تسريب وازاي يعني وده بالظبط بقيت تسريب. انا الحقيقه سرب بقى زي ما يعني سرب مش عايزه اقول سعيده بالتسريب بس التسريب ده كشف حاجه كبيره جدا ان اللي بيسرب ده هو يا ترى مين اللي مصلحته ان هو يسرب؟ سؤال مفتوح ما عنديش اجابه يعني ليه، بس احنا فود فور ثوت يعني احنا ممكن نفكر كده يا ترى مين مصلحته يسرب امتحان الدرجات بتاعته مش داخله في امتحان نهايه السنه. امتحان نهايه السنه هيتم ازاي؟ هيتم عن طريق التابلت. التابلت ما فيهوش ايد بشريه، الاسئله محطوطه على كلاود سحابه في مكان ما في الفضاء الخارجي اخر السنه دي، اخر السنه دي ان شاء الله بعد ما يستلم التابلت. وبالتالي العبره بالخواتيم، العبره بيه ان انا قاعد بجاوب على التابلت ده تمام وبيروح كل سؤال بيتم تقييمه من قبل اكتر من مدرس، وبالتالي الافكار بقى طب لو المدرس ده مضطهدني، طب المدرس ده لو بيجاملني مش موجوده لان اللي بيدرس مش عارف ده الاجابه بتاعت مين. فادي بالنسبه لاولى ثانوي. بالنسبه للمناهج نعم خلاص ناخد المناهج الاول عشان طيب المناهج في مطالبه بالتطوير هو ده بالظبط الحقيقه اللي احنا بنعمله بس ندي نفسنا فرصه وما ينفعش اغير المناهج بتاعه ال 12 سنه كلها طبعا. احنا ابتدينا كي جي 1 كي جي 2 الصف الاول ابتدائي ويا ريت تسالوا اولياء الامور بتوع هذه المرحله ان في تغيير كبير جدا ورد فعل الاهل مع الصغيرين مع التلاميذ الصغيرين. النشاط المدرسي طبعا عندهم حق تماما، احنا لما اختفى النشاط المدرسي تحت وطاه ان احنا يبقى في الحصة الرياضة هاخدها علشان مدرس الدراسات الاجتماعية يحشي مخ الأولاد بالمعلومات الجغرافية والتاريخية، ده حصل ما حصل يعني في الأدمغة بتاعتنا. لا إن شاء الله ده هيعود يعني تباعا بس إيه يعني خطوة خطوة. التعليم المنزلي اللي هما بيقولوا عليه تيوترينج، على فكرة في بعض الأهالي في مصر خصوصا لأولادهم إما عندهم ظروف معينة أو إن هم بيلعبوا رياضة فول تايم مثلا يعني في فرق أو منتخبات، البعض خد الخطوة دي وده موجود بره بسكيل كبير جدا بس في مصر لسه صعب شوية يعني ده مسؤولية كبيرة ولازم الأهل في البيت يبقى عندهم ده ممكن يكون حل باعتبار الإنفراستراكشر فده يسهل لك كتير يعني خلينا ناخدها يعني بص أستاذ حسام رأيي الشخصي مش كمتحدث إن إحنا لسه شوية علينا على موضوع التيوترنج من البيت ده ليه بيعملوا كده؟ ليه إحنا في كان في سؤال ليه بيعملوا كده فينا؟ لا هو مش ليه بنعمل كده، هو احنا طالبنا كتير كلنا بنطالب اصلاح التعليم والاصلاح دايما مش هيبقى A1 او بيرفكت بعد طبعا. كذا شهر لا احنا في عمليه يعني اصلاح مستمر وتقييم بالظبط كده. النظام بتاع ثانويه عامه عشان حضرتك قلتي على البعبع ده لا ان شاء الله هو في طريقه للنهايه، في حاجه اسمها مش هيبقى اسمها ثانويه عامه اسمها نظام تراكمي. تراكمي يعني انا التقييم بتاع الطالب او الطالبه لا يعتمد على يوم الامتحان، يوم الامتحان انا بطني بتوجعني فجاوبت وحش مش قادر اركز في اي ظرف، لا هو كل سنه اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي كل سنه هيبقى فيها اربع امتحانات بناخد المتوسط الاعلى وده في الاخر بيصب في مصلحه طبعًا الطالب والطالبه صح كده؟ وده يعني لسه مش لن يطبق يعني ما فيش مواعيد لاعلان هذا التطبيق ولكن الفكره كلها ان ده الامبريلا او المظله الكبيره قوي اللي احنا بنتكلم عنها ان المفروض هيطبق بعد كده اللي هيطبق او اللي هيبقى ثابت وده النظام اللي برضو فيه احد يعني الاخوه اللي اتكلموا في التقرير ان هو بيقول ليه ما نبقاش زي بره، هو اكشولي هي ده النظام اللي معمول بيه بره ان قليل جدا من الدول هي لسه متمسكه بحكايه تقييم او تحديد مستقبل الطالب الجامعي بناء على يوم لمده ساعتين اللي هو امتحان الثانويه العامه البعبع او الكابوس. طيب كان اخيرا معلمين. مرتبات المعلمين ومشاكل طيب. المعلمين زي ما قلت تاني برنامج المعلمون اولا ده اعتراف صريح من وزاره التربيه والتعليم ان المعلمين طبعا ليهم مشاكل كبيره جدا ومظلومين في حاجات كتيره جدا شانهم شان 7 مليون موظف الهيكل الاداري الموجود في الدوله. طبعا لو كان الامر ترك بايد الوزاره والوزاره عندها خزنه كبيره جدا فيها فلوس كتيره جدا كانت الخزنه دي هتتفتح والمعلمين هم طبعا الاولى بذلك، ولكن الحوافز والمرتبات وغيرها من الشؤون الماليه هي ليست قرار وزاره التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم مش بتحقق موارد لكن ده بيتم يعني الى ان يبقى في امكانيه لتحقيق ده بالتعاون مع الجهات الاخرى وابرزها طبعا وزاره الماليه والبرلمان وكده في برامج
يعني حزم من البرامج بيتم تطبيقها وبعدها ابتدى فعلا لي يعني دعم المعلم قدر الامكان لان هو فعلا يستحق، زائد ان هذا الدعم سواء المادي او المعنوي هيساعد في ان هو اولا يستقبل فكره الاصلاح بصدر ارحب وكمان ان هو تسهل عليه معيشته لان هو مواطن مصري في النهايه. طبعا بالتاكيد طبعا احنا محتاجين جزء تاني، اكيد احنا جزء تاني جزء تاني لانه في اسئله كتير وفي اتصالات ويا ريت وحضرتك قلتي لازم تكرر الرساله. لا اكيد اكيد بشكرك شكرا جزيلا نورتينا. انا اللي بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله تكون بدايه كمان مهمه موفقه ان شاء الله. اشكرك جدا استاذ حسام، شكرا. نروح حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل هنرجع وللصحابه اماكن في مصر بعد الفاصل.